حصلت على فرصة للدراسة في جامعة سلطان قابوس، وظروفي الصعبة خلتني أسيبها وألتحق بوزارة الزراعة. بعد كذلك عدت الثانوية للمرة الثانية، والله أكرمني سبحانه وتعالى وحصلت على بعثة لدراسة البكالوريوس في الحاسب الآلي في المملكة المتحدة. أنا مؤمن أن كل إنسان ميسر لما خلق له، وبالإخلاص ما في شيء مستحيل. التزاماتي الأسرية زادت، وبالتالي كان لابد أني أوجد طريقة لزيادة دخلي. فجاءت فكرة أني أنشئ مشروع خاص، خاصة أني أنا من أوائل المبرمجين باللغة العربية في سلطنة عمان. حصولي على درجة الماجستير في هندسة البرامج خلاني على الخطوة الأولى لأنافس بمشروعي محليا ودوليا. أساس هو الانطلاقة الحقيقية لمشروعي اللي فعلا توسع، وصار لازم أترك مساحة لمشاريع شبابية أخرى. على الرغم أني ما شفت والدي، إلا أني متأكد لو كان عايش معنا اليوم بيكون فخور بي مثل ما تفخر بي والدتي اليوم. شكرا أساس لأنك وفرت لنا بيئة صحية سليمة للعمل.